كلفني إخواني داخل جمعية المواهب الترمية الاجتماعية بالولاية الثانية لتحمل المسؤولية لرئاسة جمعية وطنية وعريقة تاريخها يصل إلى 57 سنة. جمعية وطنية لها امتداد وتوسع تنظيمي عبر تراب المملكة. جمعية لها حضور وتواجد في الترافع حول قضايا الطفولة والشباب. مسؤولية ليست سهلة في إطار التحولات والتغيرات الجارية في المجتمع وعلى مستوى القيم وعلى مستوى كذلك المشهد الجمعوي وعلى مستوى التغيرات في البنية ديال الحركة الجمعوية. أتمنى خالصا أن أكون في إطار هذه المسؤولية متوفقا إلى جانب إخواني المنتخبين في إطار المكتب التنفيذي كذلك إلى جانب أعضاء المجلس الإداري لنشكل قيادة وطنية لتدبير المرحلة. مرحلة تتسم بمجموعة من المظاهر فيها تراجع على مستوى مجموعة من المكتسبات، مجموعة من الحقوق المتعلقة بالفئات المستهدفة التي نشتغل معها كالأطفال واليافعين والشباب، بمعنى أن مهمة ملقت علينا للترافع حول قضايا الشباب والطفولة، كذلك للترافع حول بعض القضايا ديال فئات خاصة كالنساء، كذلك للترافع حول مؤسسات دور الشباب وبنيات فضاءات الاصطياف والتخييم التي نشتغل فيها طيلة السنة. سوف نعمل من خلال مجموعة من التوجهات والمشاريع المقررات التي خرج بها المؤتمر الوطني السادس عشر من خلال مجموعة من الأقطاب، لا على مستوى التنظيم، لا على مستوى الإشعاعي، لا على مستوى المرافعة، لا على مستوى العلاقات العامة والشراكة وإعادة الاعتبار للقوة التنظيمية للجمعية لتكتسب قوة اقتراحية في اتجاه إرسال مجموعة من المذكرات التقارير الرسمية للجهات المعنية، بمعنى لعب الأدوار الجديدة الدستورية التي نص عليها الدستور من خلال تفعيل بعض المفاهيم المقاربات التي نص عليها الدستور المغربي في علاقتنا مع المؤسسات الحكومية. نتمنى بكل صراحة أن نكون في الموعد وقد المسؤولية لكي نجيب على انتظارات الطفولة والشباب المغربي.